الهدف بتاعها ان هي حلقه وصل بين الطلاب الخارجين وسوق العمل، ازاي ان الطلاب بيكتسبوا سكيلز فبالتالي تاهلهم بسهوله ان هم يتقبلوا في الشغل، والخارجين ان هم في المالي ايفنت بتاعنا والكارير باس ان هم يقدموا السيفيهات بتاعتهم فيبقى ده طريق ليهم ان هم يعرفوا يشتغلوا. الايفنت بتاعنا بيبقى احنا بقالنا 6 سنين وده سادس ايفنت لينا. الايفنت بتاعنا عباره عن الصبح كارير باس وبالليل مالي ايفنت. الكارير باس بيبقى اوله ان بيبقى فيه سبيتش ازاي تعمل انترفيو ازاي تعمل السي في بتاعك. بعد كده بندخل الورك شوب من الساعه 12، هم عباره عن 4 ورك شوبس. بتخلص الورك شوبس بتاعتنا وبعد كده بنقدم السي فيات للمكاتب الموجوده، عندنا مجموعه كبيره جدا من اللو فيرمز. بنخلص بعد كده المين ايفنت بيبقى بالليل، بنسمع اللو فيرمز السبيتشز بتاعتهم عشان خاطر ينقلوا لنا خبرتهم ويعرفونا ازاي نمشي على الطريق الصح. عندنا كوميونتي ثانيه اسمها اي سي، الاي سي دي بتقدم لنا سيشنز تبع الجامعه، دكاتره من الجامعه هم اللي بيدوها. السيشنز دي زي المسوده القانونيه والترجمه يعني ترجمه قانونيه ليجل ترانسليشن وحاجات كتير، يعني كورسات كتيره تبع حقوق، سواء حقوق انجلش او حقوق عربي. ودي الحلو اللي فيها ان هي دكاتره من الجامعه اللي بيدوها، وفي الاخر بناخد سيرتيفيكت، بناخد شهاده من الجامعه. وده برده من حاجات الاهداف بتاعه الليجل ترانسليشن. بتختلف بيننا وبين اي ستودنت اكتيفيتي تاني ان احنا تخصص حقوق بس، سواء حقوق انجلش او حقوق فرنش او حقوق عربي. واللي يلفت نظر اي يعني الناس اللي بتيجي لينا ان احنا ان البانرز بتاعتنا عليها او الفلايرز عليها شكل الجرافات اللي هي بتاعه المحامين. فالمختلف بيننا وبين اي حد تاني ان احنا تخصص حقوق بس، مفيش اي مجالات بيننا يعني بيننا تاني.